يعني صعوبات فنية النهاردة. أنا بس طالع أساس لكم مساء الفل يعني، والفيديو موجود أهو يعني، لم يكن مبرر. إن لم يكن مجرد دعوة لم تكن لها أصل، لكن حاولنا ولنا شرف المحاولة، لكن للأسف الشديد مش عارف، في صعوبات فنية النهاردة ضخمة. حاولنا بالبرنامج الميلون وبعدين برنامج الستريم يارد، و دلوقتي شغالين مباشرة. ده طبعا المشكلة في المداخلات، مش عارف إذا كان ممكن أعمل مداخلات ولا لأ، لكن أنا بس حبيت إن أنا أطرح سؤال، تساؤل حوالين السينما المصرية تحديدا، السينما عموما والسينما المصرية تحديدا، التحديات الجديدة اللي بتواجهها. وأنا شايف يعني اقتراح إن في مشكلة في مصر خاصة السينما، مشكلة أساسية اللي هي مسألة الرقابة. مسألة الرقابة في القرن 21 على منتج فني، يعني إن أنت تقول رسام لفنان تشكيلي أنا هراقبك وأنت بترسم، وأنت تقول لكاتب أنا هراقبك وأنت بتكتب، هحذف إن أنت بتكتبه أو أنت ما بترسمش في المنطقة الفلانية. نفس الموضوع خاص بالسينما في هذا الفضاء الضخم الحر، المجال الفني بيتحرك فيه مع المجال الإعلامي مع المجال الثقافي. أصبح من المستحيل إن أنت تراقب حاجة النهاردة في واقع الإنترنت وكده، لكن ما زال عندنا شيء اسمه رقابة في مصر. رقابة بتخلي المنتج والمخرج صناع العمل كلهم يعني بتفرض عليهم أسئلة ملهاش علاقة بأسئلة الفن. بتكلم عن السينما التجارية والتجارة والفن، علاقة التجارة يعني هذه الخطوط المتشابكة. ومجرد ما أنت تقول إن في رقيب، أنت مبدئيا بتعمل حاجة، بتعمل عملية تضاد مع الفن في جوهر أساسي منه، جوهر أساسي ليه اللي هو التعبير عن التجربة الإنسانية، التعبير عن التجربة الإنسانية بعمق، التعبير عن التجربة الإنسانية بعمق تتطلب كشرط أساسي من شروطه الحرية، الحرية الكاملة للمبدع إنه هو يبدع ويتساءل. إن أنت لما زي ما قلت ضربت بيه مثل فيلم كفح نخوم اللبناني، فيلم لبناني، سينما لبنانية اللي هي المفروض سينما بتتعلم تاريخيا من السينما المصرية. هذا بتاع فيلم زي فيلم كف مخوم يكسب جوائز بره، واضح تماما ان صانع العمل مفيش رقيب لا سياسيا ولا انت بتستخدم اللفظ الفلاني. اب بيشتم ابنه بيشتمه بالشتيمة اللي بيشتمها الاب لابنه، يعني مش يعني ما فيش هذه اللغة اللي في السينما. الضابط بيكلم واحد بيقول له يا كلب وحاجات بالشكل ده، ويا قطة وحاجات بالشكل ده، وضابط يعني واضح تماما ان في حاجة غلط في الموضوع، ان في مشهد معمول للسينما، مش ده اللفظ اللي بيتقال في الواقع. فكرة ان السينما تبقى زي محاضرة، زي قاعة المحاضرة، قاعة المحاضرة في جامعة ما يتقالش فيها ألفاظ، سيكشن في المحاضرة، المدرسة ألفاظ. السينما مش أي حاجة من الحاجات دي، يعني لا هي قاعة محاضرة ولا هي مكان بتلقي فيه محاضرة على الناس ولا هي فيه مكان. السينما تعبير عن تجربة إنسانية بلغتها الخاصة هي. يعني مش الفكرة الأساسية في موضوع إن في رقيب والكاتب بيكتب السيناريو بيفكر في هذا الرقيب والمخرج بيخرج بيفكر في هذا الرقيب. احنا في النهاية هنا قدام
سينما ذات درجة من درجات الإعاقة زي السينما الإيرانية. السينما الإيرانية سينما جميلة جدا وعظيمة جدا، لكن هي سينما باحتياجات خاصة، في رقيب ضخم، رقيب كبير، يعني رقيب هو معادلة أساسية في معدل صانع الفيلم الإيراني. فهل إحنا في مصر النهاردة، يعني هل إحنا دولة يعني بيحكمها رجل دين زي إيران أو زي أي مكان تاني، على أساس يبقى فيه فكرة الأخ الأكبر موجودة في تعامل الفنان مع السينما؟ هو ده التساؤل بس اللي أنا حبيت إن أنا أسأله، وأتمنى إن بس إن ما نكونش تقلنا عليكم في فرصات اللي جاي والخروج والمسائل دي، في تقطيع ومفيش تقطيع. المهم النهارده كان الأحوال غير ملائمة، لكن أعتقد تقنيا يعني في تقطيع وكده، لكن أعتقد إن شاء الله في الفيديوهات الجاية هتكون المشاكل دي اتحلت. بس أديني بقول فكرة ليكم للتفكير في الصفحة لكل أصدقائي وكل المتابعين معايا، تساؤل حوالين السينما المصرية الأمس والغد، التحديات، أهم تحدي بتواجه السينما المصرية النهاردة في سؤال تكونها، في سؤال تكونها وفي سؤال تطورها الجاي، التطور القادم ليها. هذا التحدي هو تحدي الرقابة، هل هتستمر الرقابة وإلى متى؟ وسعدت بيكم وآسف مرة تانية على الصعوبات التقنية، وبتمنى إن الفيديو يكون أطول من كده ويكون فيه مداخلات، بس الظروف النهاردة مش مساعدة. وشكرا ليكم، وما زال حوارنا مستمر وقائم، ونتمنى في الفيديوهات الجاية يبقى في إمكانية للتفاعل، وتصبحوا على خير.